بأي سيناريو ستشكل الحكومة المقبلة؟ ومعضلة الكتلة الأكبر ما يزال جدلها القانوني منفتحا على التأويل بحسب ما يراه الفائزون أو الخاسرون، لكما يفسره المختصون بالقانون الدستوري. ثلاثة أطراف تحتل صدارة مشهد ما بعد النتائج الأولية: الصدر والمالكي والمطالبون بإلغاء الانتخابات الذين دخلوا على خط المواجهة. التيار الصدري المعروف بقاعدته الشعبية الواسعة لم يعر أهمية للاعتراض على نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه الكتلة الأكبر وأنه ماض في مفاوضات تشكيل الحكومة. أما المالكي الذي يسعى إلى ولاية ثالثة والحاصل على الترتيب الثاني في النتائج الأولية بين الكتل الشيعية، فهو يحاول مسك عصا المعارضة من الوسط. فبينما يعلن حلفاؤه في الإطار التنسيقي رفض النتائج الأولية وضرورة إعادة الفرز والعد، يجد المالكي نفسه مدعوما بنتائجه للتفاوض على تشكيل الكتلة الأكبر وعدم ترك عصمتها بيد منافسه الصدر. المشهد الذي يتصدره قطبال بيت الشيعي يدخل عليه طرف آخر متمثل بالفصائل المعلنة رفضها للعمليات الانتخابية، وصفة إياها بأكبر عملية احتيال وخداع على الشعب، وتستدعي التظاهر السلمي. أقل من 20 يوما تفصل الجميع عن النتائج النهائية. يترقب خلالها السنة والكرد والمستقلون ما ستؤول إليه الأحداث للذهاب إلى تحالفاتهم النهائية، تحالفات قد تأتي بمفاجآت غير متوقعة تحدد أي السيناريوهات هو الأقرب إلى تشكيل الحكومة.